ومنه خالفة وابتسامتك التي هزت جيوشا زاحفة رسمت لنا فجرا لنا وبلون قطرة في الندى. يتعرض فضيلة الشيخ رائد صلاح منذ ما يقارب الأربعة عقود للملاحقة السلطوية الممنهجة والمحاكمات الصورية الظالمة، لا لسبب إلا لأنه يحمل فكرا ومشروعا نهضويا يتشبث بالثوابت الدينية والوطنية، حتى بات رمزا لتلك الثوابت الدينية والوطنية والدفاع عن المقدسات وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك. هذا الرمز للعمل الوحدوي الجامع، فأصبح فضيلة الشيخ بشخصه وما يمثله ذا حضور وتأثير فاعلين على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي. إن فضيلة الشيخ رائد صلاح يتعرض لمطاردة واضطهاد على المستوى الفكري والديني والسياسي من المؤسسة الرسمية الصهيونية الظالمة، لا لشيء إلا لما يحمله من عقيدة وفكر ومشروع حضاري. ثانيا، إن تعنت المؤسسة الإسرائيلية على تنفيذ هذا الحكم الظالم وخصوصا في هذه الظروف يحمل في طياته خطرا على السلامة والصحة الشخصية لشيخ الأقصى، علما أن السلطات الإسرائيلية تتكتم على أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سجونها. وعليه فإننا نحمل مصلحة السجون وجميع الجهات الرسمية المعنية كامل المسؤولية وتبعات أي مكروه قد يتعرض له الشيخ لا قدر الله. ثالثا، إننا نعتبر أن هذا الملف بكل ما انطوى عليه من إجراءات ومحاكمات صورية في المحاكم الإسرائيلية بكل درجاتها، بداية من محكمة الصلح وصولا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يعتبر انتهاكا صارخا لأصول المحاكمة العادلة. ولقد ثبت بالدليل القطعي للقاصي والداني أن الجهاز القضائي الإسرائيلي عوضا عن أن يحترم القانون ويطبق معايير وضوابط المحاكمة العادلة من نزاهة وموضوعية وحياد وشفافية، فقد تجاوز وبشكل نمطي كل هذه المعايير وعبث بها. كيف لا والمنظومة القضائية الإسرائيلية برمتها مسيسة وتتماهى مع المستوى السياسي في هذه المطاردة والاضطهاد لشيخ الأقصى وبكل ما يمثله. رابعا، إن هذه المحاكمة الصورية الباطلة هي محاكمة للإسلام وللقرآن الكريم وللسنة النبوية المشرفة والشريعة الإسلامية الغراء، فهي محاولة آثمة بائسة من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية بكل أذرعها للتغيير وللتلاعب بمفاهيم ووعي مجتمعنا في الداخل، وصولا إلى تدجينه ببلورة واستحداث إسلام إسرائيلي صهيوني لإخضاع مجتمعنا لسياسات الاحتلال والاستكانة أمام ممارساته العنصرية الظالمة، وهذا لن يكون بحال من الأحوال بإذن الله. خامسا، إن فضيلة الشيخ رائد صلاح هو رجل المرحلة والمهمات الصعبة، فقد حباه الله عز وجل ما يؤهله لحمل هذه القضية بكل تبعاتها وإسقاطاتها. ونحن لا نزكي على الله أحدا، ولكننا نشهد لله ثم للتاريخ
أن شيخ الأقصى قد أدى الأمانة حقها على أكمل وجه. قولوا نشهد. نشهد 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 نشهد. وأن تضحياته لم تذهب ولن تذهب سدى، بل أدت إلى ترسيخ وتذويت المفاهيم الدينية والوطنية في الوعي الجمعي فلسطينيا وعربيا وإسلاميا. سادسا، إن المحاولة الباطلة الآثمة بوصم ديننا الحنيف بالإرهاب والمحاولة العبثية الوقحة للتلاعب بتفسير ودلالات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة واللغة العربية وتجريمها من خلال إجراءات ومحاكمات هزلية تهدف إلى تطبيق سياسة كم الأفواه، هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين التي تحمي الحريات وخاصة حرية التعبير عن الرأي، والقوانين التي تلزم الدول باحترام المعتقدات والشرائع وتضمن حرية العبادة. هذا الانتهاك يدق ناقوس الخطر الداهم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوض السلم والأمن المحلي والدولي، وتضع الدولة الصهيونية في خانة الدول المارقة استنادا للقانون الدولي. سابعا، يعتبر طاقم الدفاع أن هذا اليوم هو إلا محطة أخرى في هذا الملف، فمهمتنا المقدسة لم تنتهي بعد، وإننا ماضون قدما بإذن الله في رفع هذه القضية العادلة إلى المحافل الدولية الحقوقية والإنسانية التي يصل إليها صوتنا. فنحن نعتبر أن هذا الملف هو وثيقة بالغة الأهمية، وهو حجر أساس في فضح ممارسات المؤسسة الرسمية الصهيونية والحرب التي تشنها بكل عدوانية وبلا هوادة ضد الإسلام والعقيدة والشريعة الإسلامية والحضارة والتراث العربي الأصيل والمقدسات الإسلامية والمسيحية. ثامنا، نعلمكم أنه قد تبلورت مجموعة تضم مؤسسات حقوقية وإنسانية وشخصيات عالمية حرة بدأت بالفعل بنقل هذه القضية من المحلية إلى العالمية انتصارا لقيم العدل والحق واحترام الحريات. ختاما، ومن هنا فإننا وباسم فضيلة الشيخ رائد صلاح وباسمكم وباسم كل الأحرار نرفع أسمى آيات التقدير وخالص العرفان إلى القائمين على منتدى الفكر والدراسات الاستراتيجية، وإلى المنظمات والهيئات الحقوقية، وإلى الشخصيات الوازنة التي اجتمعت حول هذه القضية، وإننا نشد على أيديهم ونقول لهم: دمتم نبراسا للحق ومنارة للعدالة وسيادة القانون، فسيروا على بركة الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله أكبر ولله الحمد. 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 يريدون أن يسجنوا الشيخ رائد صلاح في جسده، ولكن هو في جسده داخل السجون، ولكن لا يمكن أن يسجنوا الثوابت والخطاب الذي يحمل والذي يحاكم عليه الشيخ رائد صلاح. كيف لا وكان رئيس لجنة المتابعة قد تبنى هذا الخطاب في المحكمة وقال إن خطاب الشيخ رائد صلاح في بعده الوطني والعروبي والإسلامي نتبناه جميعا، وبالتالي الآن نستمع إلى كلمة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية السقف الأعلى في الداخل الفلسطيني، نستمع منه كلمات الوداع للشيخ رائد صلاح قبل دخوله للسجن. الله أكبر ولله الحمد. يلا علي بكفي أبو علي. أيها الأخوة، أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أخي الشيخ أبو عمر. أنت اليوم تدخل حرا وتخرج حرا. والله العظيم ما هو هذا كلام إنشاء ولا كلام من باب المزايدة. لأنه شو البديل؟
لو فرضنا تنازل الشيخ في المحكمة عن الثوابت، لا سمح الله. يا أخي قل لا إله إلا الله يا أبو علي. لو فرضنا لا سمح الله أنه تنازل عن الثوابت، سيعيش في سجن مدى الحياة. لكن إصراره على الثوابت الوطنية والدينية الشريفة الثابتة هي قوة الحرية في سجنه. وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا لنا جميعا. قلت في أكثر من مناسبة خلال جلسات المحكمة أن هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية، والشيخ رائد صلاح يحاكم نيابة عن شعبنا كله، لأن موقف الدفاع عن القدس وموقف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وموقف الدفاع عن الأرض وعن الإنسان هي مواقف جامعة لمجتمعنا العربي. وعندما يودع الشيخ رائد في غياهب السجون لهذا السبب فهو يقوم بذلك نيابة عنا. ونحن نعتز بأن من ينوب عنا هو رجل صامد في كل الميادين، وهذه شهادة ثقة وشرف له ولمجتمعه ولشعبه ولكل الناس الشرفاء في العالم. إخواني وأخواتي، هذه المحكمة هم يعرفون أن هذا الحكم لن ينال من عزيمة الشيخ رائد، لكن ماذا يريدون أن يقولوا بذلك؟ هم عارفين، مش أول مرة، عارفين أنه يعني لا رايحين يكسروا ولا رايحين يتعجوا ولا رايحين يخلوا يتنازل عن ثوابته. لكن ماذا يريدون؟ هم يريدون أن يرسلوا رسالة إليكم، إلى شعبنا، رسالة التخويف، رسالة الإرهاب. هذا هو الإرهاب، رسالة التدشين، أن يكون في مستوى معين من الخطاب المقبول إسرائيليا وصهيونيا. ولكن هذا المشروع الصهيوني هو مشروع مش نحن نختلف معه، إنما هو مشروع يختلف مع وجودنا. ولذلك معركتنا أمامه هي معركة وجودية وليست معركة على كلمة وكلمة هناك. ولذلك يجب أن نرى الأمور ببعدها الأعمق، يجب أن نرى الأمور ببعدها الوطني الوجودي التحدي الحضاري، التحدي الحضاري والتحدي السياسي والتحدي الوطني والتحدي العقائدي الديني مع هذه المؤسسة. إخواني، إحنا اليوم نودع الشيخ رائد، نحن نودع اليوم الشيخ رائد صلاح، ولكن نحن سنكون هنا عندما تخرج، ونحن نعرف أنك تدخل مرفوع الرأس وتخرج مرفوع الرأس. هذا كلام لا يمكن أن يرقى إليه شك. أنا بقترح علينا كل على أنفسنا أن نراجع كيف صارت المحكمة، على إيش صارت، على يعني محورها كان العقيدة ومحورها كان القدس ومحورها كان المسجد الأقصى. وإذا كان الشيخ رائد مستعد أن يدفع الثمن، يجب أن ننظر إلى أولئك الذين يتساوقون مع المشروع الصهيوني في المنطقة العربية، أولئك الذين يهرولون زحفا لخلق علاقات عادية مش طبيعية. غير الطبيعي هو أن لا تكون مع الصهيونية، ولذلك أنا ما بسميه تطبيع، أنا بسميه تتبيع. هذه تبعية. ونحن من هنا نقول لهؤلاء الذين مهرولون زحفا ليكونوا تابعين للمشروع الصهيوني الإمبريالي الأمريكي، أن هذا الرجل هو النموذج، هو الصورة المعاكسة لنهجكم. وأقول إذا كنتم لهؤلاء، إذا كنتم غير قادرين على الوقوف إلى جانبنا، فكفوا عنا شركم، لا نريد عسركم ولا يسركم، لا. لذلك نحن من هنا في هذا الموقف، موقف دخول الشيخ رائد إلى السجن، اللي هو موقف الدفاع عن القدس وعن فلسطين وعن المسجد الأقصى، نقول أن هذه الثوابت لن تهتز،
لا بفعل القمع الإسرائيلي الصهيوني ولا بفعل الهرولة الزاحفة لبعض العرب نحو إسرائيل ونحو المشروع الإسرائيلي. إخواني وأخواتي، نحن نعاهد شعبنا أولا، نعاهد الله ونعاهد شعبنا ونعاهد الشيخ رائد أننا سنكون هنا في كل يوم، في كل طقس، في كل ساعة، في كل دقيقة، متمسكين بثوابتنا، متمسكين بانتمائنا. لا قانون القومية يعرف علاقتنا بهذه الأرض، ولا إجراءات الحركة الصهيونية تعرف أو يمكن أن تنهانا عن تعريفنا ومكانتنا في هذا الأرض وفي هذا المكان وفي هذه الأرض. ولذلك كونوا على ثقة أن هذه المسيرة هي مسيرة طويلة، كما تفضل أخي الشيخ خالد المحامي، هذه مسيرة طويلة لم تبدأ اليوم ولن تنتهي غدا، ونحن وفجر الحرية على ميعاد، نحن وفجر القدس على ميعاد، ونحن وفجر حرية المسجد الأقصى والأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في القدس على ميعاد. هذا الميعاد لن يتزعزع لا بفعل الظلم ولا الاضطهاد ولا الملاحقة. بوركتم وبوركت يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. على قدر العطاء يكون الأثر، والعطاء الزاخر له الأثر الطاهر. أربع عقود وهم رفقاء الدرب، مع كلمة رفيق الدرب للشيخ رائد صلاح، أربع عقود من الزمان وهم بالفعل تركوا أثر طيب وأثر طاهر. نستمع مع كلمة الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنطقة عن لجنة المتابعة المعنية بشؤون الأسرى وعائلات الشهداء، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الرسل الكرام جميعا. أخي الشيخ رائد، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يطيرك كيد العبيد؟ في زمن يحجز البعض لهم مواقع في قائمة العبيد، وما أكثرهم تحجز أنت لك موقعا في خانة وقائمة الشرفاء. هذا ليس ما نجامل به بعض للبعض، بقدر ما أن الثمن الذي تدفعه ليس رغبة منك في السجن ولا عشقا للقيد، لأن الإنسان الطبيعي هو الذي يحب الحرية، بل ويفدي الحرية بأشياء كثيرة. من قال أن الجسد هو الذي يقيد وهو الذي يسجن؟ تسجن الروح، تسجن المعنويات، أما هذه فإنها ستظل عالية إن شاء الله، ستظل لا تساوم إن شاء الله. قدرك أن يكون يوم دخولك إلى السجن هو اليوم والأيام التي فيها يتزاحم كثيرون من قادة العرب والمسلمين على أن يقبلوا يد بل رجل قادة المؤسسة الإسرائيلية، إن كانوا هم يعشقون ذلك. فإن شعارنا دائما أننا إذا كنا لا نقبل أن نساوم على مواقفنا، فطبعا لن نقبل أن نكون من قائمة الذين يقبلون الأيدي.
أخي الشيخ رائد، الله أكبر ولله الحمد. ستدخل أنت إلى سجنك، إلى عرينك، مطمئنا إن شاء الله إلى أن خلفك شعبا، أقول آسف، خلفك أمة، وهذه الأمة هي من لن تساوم أبدا ولن تفرط، رغم وجود حكام عملاء أمراء فاسدين. فخلفك شعب، وخلفك دعوة وأبناء مشروع هم على العهد، لا يقيلون ولا يستقيلون إن شاء الله. لن أطيل سوى أني أقول شيخ رائد، يوم الخميس القادم إن شاء الله سيكون اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1442، وشعار الهجرة ما هو؟ شعار الهجرة قول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أنت ستكون وحدك في زنزانتك وفي محبسك، لكن أنت معك الله تبارك وتعالى. لو أننا والله لا نعلم الغيب ولا نرجمه، ولسنا ممن هكذا يريدون العيش على مجرد أمل، نحن نعيش يقينا وثقة إن شاء الله أننا إلى الفرج أقرب. تهامسنا قبل كم يوم هيك همسات، مش للبث المباشر ولا المش مباشر يا جماعة، اطمنوا نحن على أبواب خير قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الشيخ رائد صلاح شخصية لمعت بذاتها ولا تزال تضيء بآثارها في تاريخ شعبنا الفلسطيني، وكيف لا وقد اقترن اسمه بأولى القبلتين، بل بتاج فلسطين والأمة الإسلامية والعربية والفلسطينية الأقصى المبارك. دعم شيخنا الفاضل الشيخ المجاهد المناضل شيخ الأقصى رائد صلاح. نعم لا نقولها حبا، وإن كان الحب عاطفة نبيلة لازم يبين ولا تقديرا. شيخ سياح، شيخ سياح قدم شوي، قدموا الشيخ سياح يا شباب، رجعوا على ورا شوي، وسعوا الحلقه شوي، بس ارجع شوي لورا شباب، ارجع ابراهيم قربوا ابو سعد، ارجع ابو غسان، ارجع كمان شوي. لا نقولها حبا وان كان الحب عاطفه نبيله، صيح من قدام عمي ابو مبدا، ولا تقديرا وان كان تقدير الرجل صفه المنصفين، ولا تعصبا وان كان التفاني في الدعوه الساميه والوطن شرف اي شرف، ولا تقديسا اذ لا تقديس مع لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكننا نقولها من قبيل تقرير الواقع، واقع يشهد به الكل على حد سواء ان الشمس الساطعه لا ينكر وجودها. شيخ رائد، تعلمنا منك الشموخ، تعلمنا منك الثبات، الصبر، التحدي، الاخلاص، التفاني، التضحية، الإنسانية بأجمل صورها. جمعنا الحب لله، فأحببتنا في الله، وعودنا بذلك بحبك في الله. فتتفضل لتسمعنا كلماتك قبل دخولك هذا السجن، سجن الظالمين الذي سيأتي اليوم لينتهي هذا الظلم الواقع علينا. فليتفضل مشكور. الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فبداية أؤكد أنني بعد لحظات سأدخل، الناظر من بعيد سيقول إنني سأدخل من بوابة السجن، ولكن في يقيني وفق قناعتي سأدخل قوس النصر على المؤسسة الإسرائيلية إن شاء الله. الله أكبر ولله الحمد. نعم أنا أجزم بهذه الكلمات بدون تلعثم، نحن جميعا كل الحضور وكل من يشاهدنا الآن
نحن المنتصرون انتصارا كبيرا بالضربة القاضية على المؤسسة الإسرائيلية في هذه المعركة القضائية. المؤسسة الإسرائيلية وضعتنا بين خيارين، إما أن نختار سجن الحرية وإما أن نختار سجن العبودية. سجن الحرية فيه قضبان وفيه قيود وفيه ظلمة، ولكن فيه الانتصار الدائم لثوابتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية. سجن العبودية قد يكون فيه قصور، قد يكون فيه فنادق أكثر من 5 نجوم، ولكن والعياذ بالله فيه أن يخلع الإنسان، أن يخلع وأن يتجرد عن كل ثوابته الإسلامية العروبية الفلسطينية. وهذا ما نباه، وهذا ما لا نقبله لأنفسنا ولا لأي حر ولا لأي حرة على صعيد شعبنا الفلسطيني وعالمنا العربي وأمتنا الإسلامية، على صعيد الحكام وعلى صعيد الشعوب. ومن هون نحن الآن في احتفال، احتفال كبير، احتفال بهيج، فرح، سرور، سعادة. ولا أجامل، والله يعلم أنني لا أجامل في هذه الكلمات. ومن هنا وتحت هذا الجو المفعم بالأمل والتفاؤل والثبات والصمود، اسمحوا لي أن أقدم هذه الرسائل كعناوين، وأسأل الله أن يحفظنا جميعا. أولا تحية حب وشكر إلى أمي أم محمد، وإلى زوجي أم عمر، وإلى إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين صبروا معي طوال هذا الطريق، جزاكم الله خيرا. ثانيا رسالة تحية وحب وشكر إلى الأستاذ محمد بركي رئيس لجنة المتابعة العليا. عنواننا الأول والأخير لجماهيرنا في الداخل الفلسطيني، وتحية شكر وحب إلى أخي الشيخ كمال رئيس لجنة الحريات إحدى اللجان المنبثقة عن لجنة المتابعة. الشكر له ولكل أعضاء هذه اللجنة الذين واصلوا معي في كل محطة وفي كل موقف هذه المعركة القضائية. أنا لم أنتصر بشخصي، الذي انتصر هو أخونا أبو السعيد بموقفه الكبير، الذي انتصر هو الشيخ كمال خطيب بموقفه الكبير، الذي انتصر أنتم أيها الحضور الكرام يا أهلنا رجالا ونساء. أيضا نقدم شكرنا الخالص لكم، واسمحوا لي باسمكم جميعا أن نخص بالذكر شكرنا الكبير للإخوة والأخوات من القدس المباركة الذين يعيشون بيننا الآن. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. أيها الإخوة والأخوات، في مثل هذه اللحظات سأجتهد أن أوصي نفسي، وبكل تواضع خذوها من أخيكم الصغير، سأجتهد أن أقدم نصيحتي لكم. أولا أقول خلال هذه الأيام التي سمح لي أن أتحدث فيها عبر وسائل الإعلام، والله العظيم لا أبالغ، أنا أقول لكم هناك ملايين الملايين من أمتنا الإسلامية وعالمنا العربي وشعبنا الفلسطيني في كل قارات الدنيا، وطبيعة الحال في دائرة العالم الإسلامي والعربي ملايين الملايين، يعتبروننا جميعا
ومناء على القدس وعلى المسجد الأقصى المباركين وعلى كل ثوابتنا الشرعية والوطنية في فلسطين وفي كل أكناف القدس والمسجد الأقصى المباركين. أقول لنفسي وأقول لكم، نحن مطالبون أن نكون على مستوى هذه الأمانة، أن نكون رجال، أن نكون رجال، أن نكون رجال حتى نحفظ هذه الأمانة. كل مسلم اليوم في العالم، كل عرب اليوم في العالم بيرفع راسه فيكم، كل مسلم وعرب اليوم بيهتف بردد ما تقولون. أنتم مدرسة، مدرسة حرية، مدرسة كرامة، مدرسة صمود في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هذا شرف، كيف لنا أن نتنازل عنه؟ لا والله لن نتنازل عنه. الذي يريد أن يضغط علينا بلغة السجون حتى نتنازل عنه، نقول له خسرت، أنت صبي، أنت صبي، مرحبا بألف سجن من أشكالك. نحن هنا باقون مع ثوابتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية. الله أكبر ولله الحمد. أرجوكم، أرجوكم بإذن الله أن نواصل هذا الطريق، لا نحني رؤوسنا إلا لله رب العالمين فقط. قد نسجد لله رب العالمين فقط، وأمام الخلق رؤوسنا شامخة بحقنا إن شاء الله تعالى. ثانيا، الذي أريد أن أقوله من خلالكم إن شاء الله، يا جماعة، آدابنا الإسلامية، شهامتنا العربية، نخوتنا الفلسطينية تقول للقاسي والداني، تقول للجميع سواء كانوا حكام أو شعوب، تقول لهم لا تدخل البيوت إلا من أبوابها. يا عار على من يريد أن يدخل القدس من باب الاحتلال الإسرائيلي، يا عار على من يريد أن يدخل المسجد الأقصى من باب الاحتلال الإسرائيلي، يا عار. المطلوب، المطلوب أن تتأدبوا مع أدبنا الذي يؤكد ويقول لنا ولكم لا تدخلوا البيوت إلا من أبوابها. للقدس باب، نحن باب القدس. للمسجد الأقصى باب، نحن باب الأقصى. مرحبا بكم بشرط واحد، أن تدخلوا المسجد الأقصى، أن تدخلوا القدس من بابنا فقط. الله أكبر ولله الحمد. ومعنى ذلك، ومعنى ذلك، معنى ذلك أن تدخلوا القدس من بابنا، يعني عندما نبشركم بزوال الاحتلال الإسرائيلي. تفضلوا، ألف تحية لكم عندها، أهلا وسهلا بكم عندها. ولكن قبل ذلك، الله العظيم، الله العظيم سيغضب، وغضب الله شديد وعقابه شديد على من بات اليوم يعلن عن قراره للدخول من باب الاحتلال الإسرائيلي. لماذا الآن؟ وماذا يعني ذلك؟ قد يظن مراكز الدراسات الاستراتيجية في الحركة الصهيونية، قد يظن من يصاحبهم من قريب أو من بعيد، أنهم بهذا الذي يسمى التطبيع سيعطون شرعية لوجود الاحتلال الإسرائيلي، سيعطون شرعية لأطماع الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى. نقول لهم أنتم مساكين، أنتم مساكين لسبب واحد، الذي يعطي الشرعية فقط هو نحن. نحن هنا الصامدون
في أرضنا، في بيوتنا، في مقدساتنا. نحن الذين نعطي الشرعية، نحن الذين ننزع الشرعية عن كل ظالم باطل مفسد لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ومن هون بإذن الله رب العالمين نقول يا إخواننا، كما تفضل أخي أبو السعيد وأخي الشيخ كماء، حملنا ثقيل لا يعين عليه إلا الله، طريقنا طويل لا يعين عليه إلا الله، التضحيات كثيرة لا يعين عليها إلا الله، ولكن لا بديل عنها، لا بديل. أمهاتنا ولدتنا أحرار، يجب أن نعيش أحرار، ويجب أن نموت أحرار، ويجب أن نبعث عند الله أحرار. هل تعلمون، ولعل البعض منكم يتفاجأ، هناك مشايخ الحقيقة الصوفية كتبوا كتب عن مقامات الإيمان. هل تعلمون أن من مقامات الإيمان مقام اسمه الحرية؟ الذي يقرأ كتاب الرسالة الكشيرية، وأنا أنصح أن يقرأه، مقام كبير اسمه الحرية. باختصار هذا المقام يقول لنا، نحن كلما تحققنا بعبودية الله تحققنا بالحرية، وكلما ملنا إلى هوى الخلق وإلى مصائدهم وفخاخهم سنتحقق بالعبودية الذليلة. نحن أحرار 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 أحرار، سنواصل المشوار إن شاء الله تعالى. هذا المطلوب منا حتى نلقى الله. أود أن أقول شيء مهم، أظن أنه مهم، لذلك سأتحدث بكلمات موجزة، يا رب توفقني. أقول كالتالي، اسمعوني جيدا الآن، الوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى الآن في امتحان كبير، والأيام القريبة ستوضح لكم ما أقول. افهموني مليح، افهموني مليح، الأيام القريبة جدا ستوضح لكم ما أقول. مرة أخرى أقول، الوصاية الأردنية الهاشمية الآن في امتحان كبير في المسجد الأقصى، نتمنى لها النجاح، نجاحا ينصر ثوابتنا الإسلامية العربية الفلسطينية في المسجد الأقصى. الاحتلال الإسرائيلي غول، والغول لا يشبع، أطماعه لا تتوقف. الهمسات التي بدأنا نسمعها الآن خطيرة جدا، أخطر مما تتصورون، أخطر من شيء اسمه تقسيم زماني أو مكاني، أخطر من شيء اسمه طرد كل الأحرار والحرائر الذين أحيوا عبادة الرباط في المسجد الأقصى، أخطر بكثير من كل ذلك. وأعني ما أقول، أنا عارف شو بقوله. لذلك الوصاية الأردنية الهاشمية في امتحان كبير الآن، أسأل الله أن تنجح وفق ثوابتنا الإسلامية العربية الفلسطينية. من هون أنا أقدم نصيحتي لمن يهمه الأمر، للقائمين على هذه الوصاية، أقدم لهم نصيحتي من بندين باختصار. طبعا البند الأول، لابد أن تفرض الوصية الوصاية الأردنية الهاشمية، لابد أن تفرض دورها على أرض الواقع، رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي. هذا المطلوب الأول. كيف؟ الجواب ليس عندي، الجواب يجب أن يكون عند من هم مستأمنون الآن على هذه الوصاية. الشيء الثاني الذي أنصح به أمام الخطر الداهم الداهم الداهم، وأعني ما أقول، الذي أنصح به وأقول لكل القائمين على الوصاية الأردنية الهاشمية،
أذكركم بقول الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. الوصاية أردنية هاشمية على رأسي وعيني، ولكن يجب أن نشد هذه الوصاية بعضد. دور فلسطيني كبير، بعضد دور عربي كبير، بعضد دور إسلامي كبير. أنا إنسان متواضع جدا، فرد، ولكن لو قدر لي أن أقدم نصيحة عملية في هذا الامتحان الكبير، الآن يجري الامتحان، الآن مش بكرة، الآن، لو قدم لي أن أقدم نصيحة لكل، أنا أنصحكم أن ترحبوا بكل دور شعوبنا المسلم والعربي من شرق الأرض إلى غربها، أن ترحبوا بدور كل رئيس صادق، شرط صادق مخلص، بدور كل رئيس صادق مخلص يساندكم، يشد عضدكم في نصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك على صعيد أمتنا الإسلامية وعالمنا العربي، وبشكل خاص الحاضنة، حاضنة الأحرار والحرائر، حاضنة الأهل المقدسيين والمقدسيات، ألف تحية لهم. حاضنة أهلنا في الداخل الفلسطيني، ألف تحية لهم. حاضنة كل شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الشتات، الحاضنة التاريخية الكبيرة التي ظلت تحتضن ميراث تاريخي حضاري لأمي مسلمة عربية منذ بداية نكبة فلسطين، ورفضت أن تتنازل عن هذا الميراث. نحن في هذه الظروف، اسمعوني مليح، والله لن أخادعكم حاشا لله، نحن في ظرف صعب جدا، ولكن وهذا ما أختم به، قد تسمعون ما يوجع القلب، قد تسمعون من يتغنى بخطاب الأسرلي أو بخطاب الأمركي أو بخطاب التطبيع أو بخطاب التدجين أو بخطاب الهرولي. أقول لكم هو موجع، والله أنا موجع لي طبعا، موجع لكم، ولكن ثقوا، نحن المنتصرون بإذن الله في هذا الموقف، ثوابتنا هي المنتصر بإذن الله رب العالمين. اليوم نحن على عتبة السجن لندخل السجن، بعد أيام مثل هذا الاجتماع سنجتمع على بوابات المسجد الأقصى لنزين المسجد الأقصى بأقواس النصر إن شاء الله تعالى. لا أقول ذلك من باب العاطفة والتجيش، لا، والله العظيم كما أراكم رؤيا عين، أرى رؤيا بصيرة ما هو القادم علينا إن شاء الله تعالى. خير كبير، فجر صادق، لا مجال فيه للتزييف ولا للتدليس أبدا حاشا لله تعالى. فيا أهلنا الأحباب الكرام، نحن جسد واحد، نحن قلب واحد، نحن خطاب واحد، نحن رسالة واحدة. أبناء الأم والأب في بيت واحد قد يختلفون، هذا شيء طبيعي، قد يختلفون على صنف طعام، ما صار شيء، ما وصلنا لطريق مسدود، كل له منهم ذوقه حسب اللباس اللي يراه جميل، للون الجميل لباسه، ما انتهت الأمور، قد نختلف في بعض الأمور، ولكن أنا أقولكم وأعني ما أقول، خلال هذه الأيام أنا بكيتش أصدق، أنا بعترف بكيتش أصدق والله إنه في هناك حراك ضخم، في حراك ضخم يضم مئات المؤسسات، خذوا مني، على صعيد مؤسسات إسلامية أو عربية أو فلسطينية أو حتى أجنبية، كلهم الآن في موقف واحد
يطالبون بعدة أمور، من أهمها الآن وقالوا لي بشكل صريح، قالوا إحنا بنعترف ما كنا قد فهمنا مدى خطورة هذا الملف. الآن بعد ما قرأنا كتاب محاكمة الثوابت عرفنا شيء التفاصيل، اعترفوا جزاهم الله خير. هم الآن أمام هدفين، الهدف الأول تقديم كل المؤسسة الإسرائيلية للمحاكمة لأنها تحاكم دين كما تفضل أخونا بسعيد، تحاكم عقيدة، تحاكم ثوابت، تحاكم حقنا في القدس وحقنا في المسجد الأقصى. هم الآن أمام تقديمها للمحاكمة، وهذا شعار كبير له مردود وتبعاته، أنا متفائل. الشيء الثاني تبعا لذلك، هذا شيء هامشي طبعا، أما إذا حققوا أنا بنصر، اللي هم يطالبون بإطلاق سراحي فورا إن شاء الله تعالى. فبارك الله فيكم أختم إن شاء الله، إن شاء الله حضروا حالكم، سنلتقي قريب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول. اليوم جينا أن نودع الشيخ رائد صلاح ونقول للشيخ هنيئا لك أنه ربنا وضعك بهذه المنزلة. أنت دفعت عن أمه، أنت دفعت عن عقيدة لن يضيعك الله. ما شاء الله أخذوا رائد، شوف كم رائد إجوا مع رائد. الحمد لله رب العالمين إنه الشيخ رائد إن شاء الله دائما داخل السجن خارج السجن ربنا وضع له القبول. شيخ شامخ اللي ما شاء الله شامخ، رجل ذو همة أحيا أمة، الحمد لله رب العالمين إنه دافع عن المسجد الأقصى. يعني ما شاء الله مش بالهين إنه هذا الرجل، إنه هذا من رب العالمين، ربنا اصطفى من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهده الله عليه. هذا الرجل صدق الله ربه وصدقه، إنه ربنا ابتلاه بالسجن. شوف سيدنا يوسف عليه السلام إنه ربنا ابتلاه بالسجن وصار عزيز مصر. وإن شاء الله الشيخ رائد صلاح ربنا بيرفع درجاته كمان وكمان، إنه دافع عن الأقصى ودافع عن الأمة. والحمد لله رب العالمين، كلنا فدا الأقصى وكلنا فدا الشيخ رائد صلاح، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. وجودنا طبعا احنا مؤازرة الشيخ على ثوابته وعلى دينه وإيمانه، وإن شاء الله بيطلع بالسلامة ومرفوع الرأس، لأنه مرفوع الرأس سواء كان خارج السجن أو داخل السجن، وبإذن الله بيطلع بالسلامة. وأكثر من هيك شو بدنا نقول يعني، لأنه عز علينا كثير، لأنه هذه ثوابته اللي حافظ عليها وحررها ودافع عن كل الأمة الإسلامية وعن الأقصى. يا ريت يكون ذرة نظر في حكامنا العربية على اللي ضحى الشيخ رائد صلاح بالنسبة للأسب الأقصى، ويوقفوا معاه ويحاولوا بإذن الله تعالى الضغط على الاحتلال يطلع إن شاء الله بالسلام بالقريب العاجل بإذن الله تعالى، لأنه دافع عن كل الأمة الإسلامية وكل الأمة العربية، ونتمنى إن شاء الله الفرج بإذن الله القريب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الشيء الطبيعي أن نكون متواجدين في هذا المكان في هذا اليوم الذي نسأل الله عز وجل أن يفرج فيه كرب الشيخ، شيخ المسجد الأقصى المبارك، شيخ كل فلسطين، الذي نعتبره حقيقة في موقع متقدم جدا بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء. هو يمثل اليوم بؤرة الصراع مع الاحتلال المجرم الذي يستهدف بالدرجة الأولى عقيدتنا ومقدساتنا وثوابتنا. ورأينا الشيخ الله يجزيه الخير يعني يقف كالصخرة الثابتة في وجه ممارسات الاحتلال، رأيناه رأس الحربة في مواجهة الاحتلال وفي الثبات نيابة عن كل الأمة الإسلامية، ليس فقط عن الشعب الفلسطيني وليس فقط عن أهل مدينة القدس أو المسجد الأقصى المبارك، إنما عن كل الأمة الإسلامية. هو اليوم يمثل أكثر إنسان متقدم في مواجهة الاحتلال. بالروح بالدم نبنيك يا أقصى، بالروح بالدم نبنيك يا أقصى.